الحمد لله باللي غادي يحلوا الحمامات بعدا حنا الناس يتمسحوا شويه وتو الناس راه ضروا هذوك الناس اللي خدامين في الحمام راه ضروا بزاف 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 كاين فيهم المسكين كارب واحد الثمن وعاد وما عنده باش يخلص راه حتى مول الكرا راه مزيرو مزير موحل ونطلبوا ربي يشفع علينا هذا الوباء يرفعها علينا سيدي ربي يا ربي ترفع علينا هذا الوباء. انا متفقه معهم حيت حنا صراحه احتاجين الحمام بزاف حسن من الاول ولينا عارفين بقيمته شوف هذا كوفيد ما مشيش غدا ماشي ضروري انفا يحلوا الحمام نمشيو ليه سيغ بلاص كلشي يتعرم عليه بابا بشويه بشويه ونمشي ليه وقت اللي يكون فيه الناس قلال وصافي عيني ميزاني ثاني. هذا القرار مزيان ممتاز وبشرته خير ان شاء الله بان الوباء بدا ينقص وبشرته خير ان شاء الله ان شاء الله شي تعمل جميع احياء المملكه وهذه بشرة الخير لذاك الناس اللي كانوا مسكين مساكن جالسين وداك الشيء جا الوقت باش يعملوا مساكن ويصوروا المصروف ديالهم اليومي. والحمامه راه توحشنا بزاف راه دايره باديره مزيانه هو يكون شويه ديال التباعد وهذه يكون النظام ماشي مشكل وراه الناس ضروا بزاف كاين كاع اللي مشى فحال وكاين اللي هذاك الله يكون في العون حتى حنا بغيناهم يخدموا على وليداتهم وتكون هذه راه باديره حسنه للجميع. ماشي وقت باش تحلوا ماشي حاجه اللي هي بالضروره حيت البلاد ديالنا كل منزل نجوا ندخلوا له كنقدروا متوفر فيه دوش سخون الى غير ذلك. الناس اللي خدامين في الحمام كالكساله ولا اللي كيسير على برا ولا ديك السيده اللي كتحضي الحوايج صراحه تضروا وانا مع متفقه معاهم يعني يحلوا الحمام غير على قبل هاد الناس سيغتو اما حنا مديبانيريوسنا في الضياف.